طبعا حجر صحي، رمضان، عيد، حجر صحي، كله في البيت. فانا قررت اغسل العربيه عشان بقالها بتاع حوالي 15 سنه ما غسلتش. باين تعرف اغسلها معايا؟ بصراحة نسيت السواقة. أكدب عليكم؟ مكدبش عليكم، نسيت السواقة. العربية تحسوا إن هي مدفونة. ثانية واحدة، ثانية واحدة، ثانية واحدة. طبعاً في شغل وأعمال هنا جنب البيت. بيظبطوا الشارع. مردوم، العربية مردوم. اكدب عليكم يعني؟ يا زوز انت تفكرناها بعدك تشوف. لازم تفكر. لازم العربية تستحمى يا زوز عشان الفيروس. لا لا ولا ودوها. ما نضمنش مين بيعدي واحنا نايمين. رب غدينا عند جمعيه سميتو السائقين وجمعيه ديال الكراجات. قالت لك انت خليتيني بلا غسيل. شوف كمرتها كي دايره بوك. شوفي كي دايره كمرتها. شوف قول طيح عليها ربي. ما هي نروح عليها دلوقتي. نسيناها والله. نسيناها في طرفنا ونسيناها. احنا نروح عليها. طبعا احنا هنرش العربيه وبعد كده نقفل الميه عشان ايه حرام شويه ان الباب ما نضيعوش. كل الناس مرقه وما يشرب ميه قليله ولا انا خيار. عاد حنا عليه الله. شوفي عرفتي علاش غنديرو معاها الخاطر دابا نغسلو ليها ونطفوها وكلشي بس النهار اللي خرجنا بها ودينا التارة ولا هذا ما توقفناش في الطريق لان غدير معنا الابتزاز. غتقول لكم نتوما خليتوني موسخة ما فيها ما طلع وخليتوني في الزنقة اللي كورونا. هذا شوف هذا قال من عطاه الله. استرايا انفع تفزق من الداخل. لا ما تخافيش. ما هي دابا كدير لي هذيك الرشاشه ديال ديودورون. المرحلة الثانية. اللي هي؟ نخش على المرحلة الثانية. هو الصابون. ماشي.
يا سير كان بغيت يا سير السوا حق احنا من كل يهمنا الرغوة انا ما كنت دير زي الفراسة او تدكي انا ما هذا الديمولور عاد بعد لا شامبوس ماشي هاي الرغوة شي دابا منين درنا الخاطر دابا مع السيارة ان شاء الله النهار اللي غادي تحيد الحجر غدينا فيما بغينا طبعا. ماشي دينا حتى شي منطقه وتقبينا تقول لك وانتوما هانتوما ما كنتوش كديروا معايا مزيان دابا حنا غادي صح ايوا الحمد لله دابا كما كان الحال احنا نديروا الخاطر لكل شيء عاد بلي في الحداقه واخا عندك شويه ديال السرعه ولكن وانت السرعه سبحان الله عندك السرعه في الطوموبيل في السياره السرعه من مصر وانا احب كنت اغسل عربيتي يعني قليل اول ما كنت بوديها عادي كنت بوديها تتغسل في بنزينه بتتغسل في الغاز وكده بس انا كنت بحب انا اغسلها بايدي اغسلها في الشغل بقى مش عارف كده عايزين لان دابا انا كنقول لك اكثر الخدمه اللي كتخدم كتخدم بسرعه لا يطرش عليه الماء انا كنهضر على يطرش عليه الماء الحداقه في التعصار الحداقه في التعصار لا لو عايز العصره تمام العصره تمام كده هوبا هوبا كده هاي 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 كتعصر احسن مني لا ماشي لا تعصر لا هو عجبك في التعصر وبص يا وديك المعدة عصرها يلا بينا مخليها بلاقص بلا ماكلة طبعا ما فيش دير معاك يدي ولا غير انت تقوم بالواجب لا يا باشا عيب يعني انا راه موجود خير تتصل شو عليك حتى ولا بد يد الله مع الجماعة انت تتسالي خد تيو لا لا غندير ليه تيو غادي نضرب ليها هذيك الغسله الاخيره هذيك التشليله اللي كنديرو حنا وسعر الدخل ماشي دابا عاد ولا الشمس قوي لا نسيتوها خليتوها هكا واحد ما كناش كنخرجوا داكشي علاش لا هي مزيانه لان صبرات واحد الشهر ديال هذا راه كانت كون كانت دابا خدامه وخدامين سيارات اخرين كون واش كنغسلوها لا انا كنهضر حتى واحد القضيه واحد الامتياز حتى بالنسبه للطبيعه راه ربي دار الرحمه علاش لان كنت تمكرنا الكرة الأرضية تشمكرات عرفتي شحال تنقص ديال المازوت وشحال تنقص ديال سميتو راه كاينة كل حاجة فيها ما فيها خير للبشرية احنا كنقولوا لا لا راه استفدنا من هذا الكورونا استفدنا منها بزاف واخا كانوا بعض التحايا مساكن الله يرحمهم الله يرحمهم ويوسع عليهم الله يشافي اللي مريض الله يصبر عائلتهم الله يصبر عائلتهم هذا هو اللي كاين والموت علينا طبعا يا جدعان بقى يعني معلومه صغيره للي ما يعرفهاش اللي بيغسل عربيته بايده الحته او الحته اللي زي دي كده اللي بيغسل بيها صاج العربيه ما يغسلش بيها الكاوتش بتاع العربيه دي حاجه ودي حاجه نوت ماشي بيها الكاوتش هي اللي كتجعلها كتوسخ كتولي فيها
مع الشمس شربات مع الشمس الصابون. لا قلت لها كنا نعملو على طول. انا اضبط لك الشوارع. يلا صابون صابون. انت خلي شتي دابا عرفتي شنو الدموع كانت كتب كي لان داك النخ حالو يا حزنق هذا هو دابا ما درنا لها خاطر ها تكون على خاطرها وصل. يا ارتاح ارتاح انت عينينا ارتاحوا دابا الطوموبيل هي ارتاحت وتا عينينا ارتاحوا. عرفتي علاش؟ لان كنا كنشوفوها دايما موسخه وداك الشيء وما كيديها فيها حتى شي حد بحال شي متشرده. ايوا حنا دابا عطينا الامن يا اسكي. راه المشكل التشرد راه ماشي غير في الحديد ولا في هذا، راه حتى في بنادم اللي كيشوفوا الانسان وما كيبقاش فيه وما كاين كيخليه غير هكا في الشارع. وهكا هو وقع، هو الحديد شوف كي داير، بقى فينا، عساك بنادم اللي كيكون، الله يهدي ما خلق، الله يكون في عوننا ويكون في عون الجميع. احمد انت شايفه ان هي ما بتمسحش مزيان. استني بس لما تهدى تنشف شويه، اما فوق تسيبتها تنشف السعادية. تنشف شويه بس. لا علاش ايوا يا حد احمد حميني ولا لا 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 غير اجي هنا قرب انا باقي خصك شي حاجه هنا اللي فيه قلت تحميني لان درنا كل شيء نسينا حاجه اللي مهمه اللي هي تحميني تعقيم تعقيم من لا تعقيم حيت كاع دابا اللي خرجوا برا خصو يتعقم تعقمنا ما حنا نطلع نتعقم كل هادي قرب شوف هادي نوريك اش كاين هادي نوريك هنا اش كاين هادي شوف هادي شوف هنا واحدة هو هادي كان داخل تما كلهم تعقيم ما خصنيش تعقم راه هادي المية عشان ما حدش يجي يتزحلق يبقى على عشان بقت هنا ماشي عشان ما حدش يتزحلق ننزل مية في البلاعة ماشي كده كده انا هطلع استحمى درتي خير في الطوموبيل دير خير حتى في الزنقه ماشي مشكل شفت الكور عرفتك غتهرسها والله حتى عرفتك غتهرسها انا ذنبي انا كنت حاجات ضعيفه
قالك ختام وامي تكون واعن بهادي طبعا. كل الفكرة مش عشان لو احنا نزلنا نغسل العربية وخلاص، كل الفكرة ان احنا عايزين بس نوصل حاجة، ان لو عربيتك مركونة بقالها فترة حاول تغسلها، ما تكسلش، لان اولا العربية دي بيتك التاني او مراتك التانية، احنا بنسميها كده في مصر. بقيت حاجة عشان احنا بنسيبها بننام ونسيبها ما نعرفش مين اللي بيعدي، الله اعلم بظروف الناس، فنغسلها من باب التعقيم يعني. صح ولا يا زوز؟ لا صح. بس لا صح، ربنا يسترها ونعلمها من بلادها يعني. وننظف الكل شيء. اه طبعا. اي حاجه واخا هي جماد ولا ده اي حاجه اللي كتنطفاش كلها. بس هو ده يعتبر روتينا اليومي النهارده بس. غسلت السيارات. تاني عيد، تاني يوم العيد احنا. اسيبكم بقى، تاني يوم العيد، اسيبكم انا بقى عشان انا هطلع الدوش عشان الزوز لسه كان بيغرقني.